أحيا اليابانيون اليوم ذكرى 70 لإلقاء أول قنبلة نووية في التاريخ على مدينة هيروشيما بحضور وفود من مختلف أنحاء العالم. وقرع شابان جرسا كبيرا إيثانا بحلول الموعد نفسه الذي ألقت فيه قاطفة أمريكية قنبلة يورانيوم على هيروشيما، أودت آنذاك بحياة 140 ألف شخص على الأقل. وكان من نتائج الانفجار المروع استسلام اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.